لابني عبد الله تقريبا صار عمره سنتين ونص، حسيت انه اقعد بعض الامور المو طبيعيه، ما يقبل يختلط، عنده دائما مشاكل بايصال الكلام بالاشارات، الاختلاط مالته قليل. فصراحه هواي ناس نصحوني انه اجي لمركز تخصصي، وبلشت تقريبا من سنه 2019 وياهم، يعني تقريبا صار 3 سنوات ونص، والحمد لله والشكر بفضل جهودهم وفضل متابعتهم بتعاملهم الانسان وياهم، كل بالاطفال بصوره عامه وابني بصوره خاصه، الحمد لله والشكر. ابني هسه الان صف ثاني ابتدائي، والحمد لله بدا يختلط، بدا يتحسن، بدا تواصل الادراك السمعي والبصري عنده احسن، والحمد لله والشكر. والد الطالب علي علاوي كان يعاني من شويه قله بالتركيز وفرط بالحركه نتيجه الموبايل اللي هو سبب ازمه هسه كبيره للاطفال، فدلوني على مركز التخصصي، فبعد تواجدي هناك بالمركز التخصصي وتوجيهاتهم وتعليماتهم مركز الفارس التخصصي اللي بساحه قحطان، من توجهت هناك واستقبلوني واستقبلوا علاوي ابني، يعني انا خلال 3 ايام انا حصلت فرق بنتيجه علاوي.